السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات وانت شغال بيبقى في جزء معين عايز تكرره في أكتر من مكان في الكتاب أو في المقالة اللي انت بتكتبها، فبعد ما خدتها كوبي خدت حاجة تانية كوبي، فاللي فات ضاع وهكذا، يعني فبتبقى في مشكلة في الحاجات. ممكن واحد يكرر كلمة أكتر من مرة في البحث بتاعه. الإمام البخاري كرر حديث قبل كده 17 مرة في الصحيح بتاعه. طيب هاجي هنا من هوم ومن الكليب بورد هلاقي سهم صغير كده، اروح دايس عليه بيجيب لي بعض الحاجات. طيب لو انا جبت عملت سيلكت على دول قلت له كوبي ظهر معايا هنا، بعد شويه مثلا عجبتني الصوره دي قلت له كوبي ظهرت معايا، والجزء ده كده كوبي ظهر معايا. في اي لحظه بقى ممكن اجي هنا مثلا بقول له ايه، حط لي الجزئيه دي روح منزلها، طب حط لي الصوره دي يروح عامل لها بيست هنا بيست وهكذا. فسهل جدا تاخد الكلام وتبدا تحطه، اقول لك اعتقد 24 مره تاخد كوبي زي ما انت عايز. موجودين اهو.